بس ما اتحبسش بدالي، ما خربش في الإجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان الضرب ما يودعش. أبوك ما تطشش في مية البحر لما داتنا الحمى، أبوك ما بقاش سنين في الموقف عريان في البرد والبرد يرصرص في دتته. أبوك ساعدني بس أنا كنت راجل قادر أحمي المكان اللي اداهولي. الركة عليك أنت، أما أبوك يموت أخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدزم. خد أختي يا شحاتها، خدها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله، وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى، ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا. مش عاوزكم يا ولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. لو عندكم هم الدنيا تيجوا وتنفضوه على بابه. مدد يا أهل البيت. اتأخرت كده ليه؟ كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان أوديكي مطرح ما بتحلمي. ها؟ بتحلمي تروحي فين؟ نفسي أطول السما. يحصل، هطولك السما من أعلى حتة في مصر، نطلع برج القاهرة. وإيه كمان؟ نفسي أروح البحر. يحصل، بحر النيل أهو، مفيش أوسع منه. وإيه كمان؟ نفسي أروح أركب المراجيح في المول. يحصل، بس الأول نشتري بنطلون. على كل أنا عاشق، مين سمعك أنا عاشق، كان قلبي أنا البادئ، ما دام بنحب مش فارق، وإيه يعني لو العشاق في دورك ما يزيدوني، وإيه يعني لو الدنيا دي تسعدنا ولو صعبت، وإيه يعني قوي من فوق. كنت احلى حاجه في مصر. عايز اشوف سطحنا لو بيبان من هنا. يا لهوي كرم شافت. عينيك الحلوه شغلني، وحدك بس فين يا دي تنسى.
فينك الناس دي كلها؟ مش عارف، باين نسينا نجيب البنطلون أسود. الوصلة بتاعتك لسه خالصة يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده؟ يا بنت الكلب يا سايبة، ما انت لو ليك رادل يربيكي ما كنتش عملتك ده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايدة في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخلية في المطار قال له ها هتحب نرجع الصعيد تاني ولا هتسمح لنا نقعد هنا؟ قام فهم ورجع الصعايدة من تاني. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح التكشير. مالك يا اخويا؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد الجد، هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سده واستريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يرضيك يا ابو الحاج ان شحاته ياخد بيزا تطلع معاه وتسهر لوش الفجر؟ الناس تقول علي انا ايه؟ لو دي بنتك نضايح كنت رضيت؟ لا عداك العيب يا كرم، احنا محقوقين لك. اكسبنا صلاة النبي. وبعدين؟ ولا قبلين يا كرم، هنكتب كتابهم ونجهزهم ونجوزهم. لك حاجة تاني؟ لا، مش قبل مضمن حق بيسة في الدكان، قصد حق شحاتة يعني. فهم، عاوزني اوزع ورثي قبل ما اموت يا كرم؟ عاوز عيالي يورثوني بالحياة؟ مقصودش يا ابو الحاج، انا بس عايزك في اكتب. قوم من قدامي، قوم. خد بس يا كرم، خد يا كرم، خد تعالى بس ما تبكاش جف، تعالى حب على راس ابوك الحاج. شوفك الرار، الله الله عدد والجد الله الله عليه. وان دلك الطوفان ما تلحسوش كله. ازاي يعني ده؟ على الحرام ما خليش حياته ده يلمس طرف دلبيت اختي اللي ما ابوك تملو حقها في الدكان. فهمت غلطان انا؟ لا معاك حق. تبقاش والد ابوك لما عملتش كده. هتشوف بت يا بيسة. بت يا بيسة، اول ما النهار طلع قلت اجي اعرف عملته ايه ليله امبارح. يا مراري، هو الواد بدل ما يفسح ضربك؟ ده الحيوان كرم نكد عليا. الله ينكد عليه بعد احلى ليله شفتها في حياتي. الله ينكد عليك يا كرم يا ابن حواء وادم. ولا يهمك يا بت، قولي لي عملته ايه ليله امبارح؟ عملته ايه؟ قولي. نضيفة بس على الله العظيم على لحم مخ من الصبح. عايز كرم غباوي. حاضر يا عم كرم. ايوه الضيس عايزك. وامر سعاده الباشا عايز 20 ميكروباص لمده الانتخابات بثواني. ماشي يا باشا، العربيه بالسواق تعمل 200 جنيه في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. ده عربون ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعه يبقى احسن. ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفذ يا سعاده الباشا. شرفت يا باشا، نورتنا. الف سلامه يا باشا. ايه الدمال ده؟ بس مش غريبه يعني انه يدي بنفسه في الحته المعفنه دي؟ هو مين ده يا عمي؟ ابو تريكا. صوت من اجل كفاح الدبلوماطيه، من اجل صراع الحريه، من اجل قتال الاخر. قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنه 6 اكتوبر. احنا شعب بيعمل المحشي يقول النكته، شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الدميل، رد الدميل يا صاحب الفقر. الفقر غربه في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن، يهلك ويشقى سنين ويدوب يجيب حق الكفان. ليه البلد محنية محنية شايل عذاب، مرهونة على زلزال. طب مين اللي قلملها؟ ومين كان زملها؟ ومين واقف وياها وياها وقت المحن؟ كده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمئن البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا، أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان.
تيجي نسترضيه بكلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك ايه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غباب يقول لك ما عندوش بنات للدواز. يلا عيب يا كرم، الناس شاريينكوا قوي يا عم. لو شاريينا انا قلت له شرطي وهو عارفه. يلا بعد اذنك عشان دي فلوس ناس. يلا وده شيء ناس خبريه. وتاني ما قول يا قول يشربت غرب كيفك. راح فين يا دلعت ابوك؟ هو ايه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جوه. يا لهوي. طب انا هاخد الحاجه. فين حساب الحاجات دي؟ ما تلحق يا فلت. تلاته بالله العظيم ما انت ماشي من غير ما تفتح الحاجات دي. ايه ايه في ايه؟ روح انت ما انت حسابك وصل. ايه مالك؟ خصم خراب بيوت دي، هو ما فيش احساس؟ ما عندش سعاد والطاف وغيرها، تعال تجيب الفوق؟ حسبنا تعالى ولد السود انت، ما انت تمشي امي، امي احسن من امك، امك انت قرده بالسود. تعال بعد عني مراقص لي معي كفايه قلت لك الله. ايه؟ وانت يا حيله يلا على ابوك قول له انهم ضربوني. ايه؟ ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها. مخ يخرب الدنيا لما يقول له. يخرب ولا حاجه، ايش حاجه مش هيقول له، هيخاف. سرحان في ايه يا واد مالك؟ ولا حاجة يا رب. العروسة لحست مخك يا ياك. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام. ايش حات؟ قلت له؟ قال لي على ايه؟